آمين. ارفع كتابك المقدس، خلينا نقول مع بعض، جاهزين؟ مع بعض. هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير، وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. تعال يا روح الله واملأ هذا المكان، مجد يا رب يسوع في هذا المكان، ارفع اسم يسوع وحده، حاوط هذا المكان بالملائكة، غطيه بالدم. سيدي لا تسمح بأنه أي مكان في قلوبنا تضل مخفية عليك وغير قابلة أن روحك يخترقها. سيدي اليوم نقول لك تعال أدخل إلى أعماق أعماقنا، نظف يا رب كل الخبايا من جوا، من كل فساد، من كل خطايا، من كل عدم إيمان سيدي، من كل شر، من كل ضغينة، من كل خبث، من كل أنانية، من كل نميمة، من كل حقد، من كل غيرة، من كل حسد، من كل كذب، من كل دعارة، من كل زنا، باسم الرب يسوع، من كل سرقة، من كل تدين، من كل خوف. واشرق بنورك يا رب اليوم في قلوبنا حبيبي يسوع، نقول لك غسلنا بالكامل، انضحنا بالزوفة فنطهر، تغسلنا فنبيض أكثر من الثلج، تسمعنا سرورا وفرحا فتبتهج عظامنا، فتبتهج عظامنا المهشمة. تعال سيد اليوم أنت أملك في هذه الكنيسة وكون قائد يا رب علينا، افتح أذاننا واجعلنا يا رب نفهم الكتب وقوة الله، طرق قلوبنا سيدي من ناحيتك نصلي. هللويا هللويا. دائما نتعهد أن نعطيك أنت وحدك كل المجد، أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول أمين ثم أمين. تفضلوا. مجدا مجدا وعزا. روح معي إلى كتاب روما، بلشنا نهار الجمعة. للأشخاص اللي ما كانوا هون، مين ما كان هون الجمعة؟ فايدكم للي ما كانوا هون، زاجب للفرد بالسيارة. توبوا توبوا بقى. كل اللي ما كانوا هون عم تروح عليك، نهار الجمعة بيكون عنا اجتماعات رائعة، الجمعة المساء الساعة 7:30 عم بيكون عنا وقت رائع في هذا المكان. بالحقيقة حضور رابع عم بيكون ملا المكان، وكلمة الله عم بتكون قوية مثل العادة. وبدشكر الله طبعا على كلمته اللي عم ببلش يعلمنا أكثر وأكثر عن مفهوم النعمة بالسلوك الروحي، المفهوم مفهوم النعمة بالسلوك الروحي. وتلخيص طبعا لأسابيع بعد المؤتمر، شعرت بقلبي بأنه ينبغي، كنت مقاد، شعرت بالروح القدس، لأنه كان مفروض للأشخاص تعرفني بالحقيقة أنا بحضر وعظات لكل السنة، وعادة كل سنة ببعارف بيكون فيها 3 أو 4 عناوين بدي أحكي فيهم كل السنة، عادة بحسب ما الرب بيقودني، وعادة منسمي كل سنة بالعناوين اللي ما نحكي فيها عادة. وكان مفروض أن يكون عم بحكي عن الوصايا العشرة، كان مفروض يكون عم بحكي عن وعظة يسوع على الجبل، اللي إن شاء الله رح يكون عنا وقت أنه نحكي عن وعظة يسوع على الجبل. بالحقيقة ما في وعظة نحكي فيها إلا ما منروح على وعظة يسوع على الجبل، لأنه هي أساس بالحقيقة معظم الفكر والفلسفة والإيمان المسيحي، لأنه رح منشوفه نبقى بعدين بأيامنا القادمة. إنما احكي عن الوصايا العشرة للأشخاص اللي ما كانت هون، بلشنا نحكي عن الجزء الأولاني من الوصايا العشرة، وبعد في الجزء الثاني من الوصايا العشرة. الجزء الأولاني من الوصايا العشرة اللي هي الوصايا الأولى الخمسة، اللي هي أحب الرب إلهك من كل قلبك وقوتك ونفسك، وهذه أول خمس وصايا هي أحب الرب، ثاني خمس وصايا أحب قريبك كما تحب نفسك. وبشكل من الأشكال الرب علمنا بهدول الوصايا كيف تحبه، وعلمنا كيف تحب الآخرين، لأنه نحن بعض الأحيان ما بنعرف نحب، نعرف نحب مثل ما نحن منحب. بيجي واحد بيحبني ببوسني، بس بالحقيقة بيقعد بيحسدني، ورح أقول لا تشتهي مقتنى غيرك، إذا بتحبه ما بتشتهي مقتنى. وبتعرف رح نبقى منحكي طبعا أكثر وأكثر عن هدول الوصايا بوقتها بحيني، عن كل وصية من هدول الوصايا، لأن هدول فكر الله. قول معي فكر الله، قل له هيك لحدك، قل له كلمة الله هي فكر الله. تعرف إذا الله تحدث شيء ما، ومنيح تعرف بأنه، لأنه في ناس بسمع أشخاص بعض الأحيان بتحكي بهذا الأسلوب، الله تبع العهد القديم، والله كم واحد سمع ناس عم يحكوا الله تبع العهد القديم غير الله تبع، الله تبع العهد القديم هو ذاته الله تبع العهد الجديد، الله ما تغير. عم سمعني؟ قلوا هيك لحدك، قلوا الله ما تغير، العهد هو اللي تغير.
معي؟ طريقة تعاملات الله معنا تغيرت بسبب العهد، بسبب عهد الدم، بسبب نعمة يسوع، بسبب الصليب، لكن الله ما تغير. وبشكل من أشكال الأشياء اللي الله قاله بالعهد القديم هو هيك بفكر. أسمعني؟ يعني بمعنى إذا في شيء الله قاله بالعهد القديم ما ندم عليه بعدين، لأنه ما بتغير، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. لما بيقول لك لا تشتهي، يعني لا تشتهي، نقطع السطر. وبعدين يسوع فات إلى لب الموضوع اللي هو القلب، يسوع فات إلى لب الموضوع اللي هو القلب. ومشان هيك المشكلة الأساسية في حياتنا بفهم النعمة هي القلب. ومشان هيك أنا عم حاول لخص لك شوي بعض القصص اللي كنا عم نحكي عنها في الأسابيع الماضية. وقالت هيك، قلت لك بالحقيقة بأنه النعمة لها مفهومين أو معنيين، والمعنى الأولين للنعمة هي أنك تحصل على شيء أنت منه بالحقيقة ما بتستاهله، لكن بتستاهل عكسه. هاي هي النعمة، والله اليوم يريد أن يفيض عليك بهذا النوع من النعمة. أنت ما بتستاهل كان غفرانه، أنت ما بتستاهل عطفه، أنت ما بتستاهل حنانه، أنت ما بتستاهل بالحقيقة لطفه عليك، لكن هو كان لطيف معك رغم أنه قال وأنتم بعد خطاط إجا المسيح ومات. المسيح ما إجا مات بوقت اللي أنت كنت كثير تمام، وهذا المفهوم اللي معظم الناس عادة بتفكر فيه. بتقول له بتجي إذا بتروح عم تبشر حدا عادة أو تخبر حدا عن يسوع، معظم الناس بيقول لك معك حق إذا بتوصل بالآخر لأنك بتصير مقنع، وهو ما بقى عنده شيء لك إيه. وفجأة تحت لي سكتك بيوصل لمحل بيقول لك هيك، يا أخي مزبوط عن جد الله كتر. قمت لك فارس فظيع، لو مش معقول فارس، فارس صلي لي، بيقول لك هيك مش هيك، بيوصل لمحل بيقول لك صلي لي، أنت بتنبسط، واو يلا هات لصلي لك، قول معي، بتقوم بقول، بعدين بتقول له شو يلا بدنا نشوفك، يلا بدنا نبلش تخدم، بدنا نبلش نحب الرب، ما نبلش نكون معه، ما نبلش نتلمس على إيديه، بدنا نتغير، بيقول لك إن شاء الله إن شاء الله مش هيك. بعدين بتقول له شو ما بعد ترجع بتحاول تتابعه، طب شو القصة شو بك، بيقول لك ما أنا ناطر لصير منيح مش هيك. مش هذا الناس بيقول لك ما أنا ناطر بس إنه لا أنا عارف إنه بقى ما تغير، بقى ناطر لأتغير لأتبع المسيح. اسمعني، لا لك لو المسيح بيعرف إنك أنت فيك تتغير من دونه كان بالحقيقة ما أجا. يعني ما أنك كانت نزهة مجيء المسيح على الأرض هون لا يتسلى، يعني جاي لهون لا يقضي كم سنة يأكل شوية مشاوي ويطلع، يعني لا، الموضوع ما كان نزهة أبدا. أنا بتعرف لما أنا وياك اليوم منفكر بالموضوع، منفكر بأنه على صعيدنا نحن، لكن الله بتعرف لما بتفهم مين هو الله خالق السماوات والأرض، لأنه بتعرف في أشخاص ببعض الديانات الأخرى عندهم مشكلة إنه يصدقوا بأنه الله صار إنسان، إنه الله صار إنسان بسبب من هو الله. لكن سؤال أنا دائما بسأل سؤال لحدا، بقول له أنت ما في، أنا ما فيني صدق بأنه الله صار إنسان. أنا دائما سؤالي إذا بده يصير إنسان بيقدر؟ إذا قرر يصير إنسان بيقدر؟ حدا بيقول له لا؟ فيك أنت تقول له لا ما بصير له ولو؟ ولا ممكن ما بقى خليه علينا. فيك تعمل هيك؟ اذا الله اراد، اذا الله قال انا بدي اصير بشر، حدا قاله عليه؟ ها؟ لا بس السؤال، لانه بتعرف حتى كمان الديانات الاخرى بفكروا هيك بانه الله ما بيقدر يصير انسان، كيف بده يصير انسان؟ ولو معقول الله يصير انسان؟ إيه ليش لا؟ لا اسمعني، اذا الله قادر انه يحكي من خلال شجره ما فيك يصير انسان؟ بتعرف الديانات الأخرى بيؤمنوا بأنه الله حكم خلال شجرة لموسى، لكن ما بيؤمنوا الله صار إنسان. إذا بيقدر يصير شجرة ما بيصير إنسان. وأنا اليوم بدي شجعك اليوم بالعلاية، العلاية النار، وأنا اللي عم تحترق بالنار، أنا اليوم بدي شجعك بأنه إذ يسوع شاف أنه أنا وأنت غير قادرين بالحقيقة أن نتمم الوصايا، قال أتت الوصايا من أجل أن تظهر بر الله ومن أجل أن تظهر عجز الجسد على تتميم بر الله. اللي كانت مفروض انه تبررنا بالحقيقة فرجتنا قديش نحن عاطلين، وهذا بعد شوية رح نكون عم نقراه مع بعض. يعني بمعنى من المعاني جيت انت مثل هيك لأشرح لكم اياها هيك على صعيد عائلي، على صعيد عائلي تيجي انت مثلا، انت شو مفهومك للبيت المرتب؟ خي فارس مفهومك للبيت المرتب انه يكون كل شيء محله، عرفتني كيف؟ البيت مهفف مرتب، كل شيء بمكانه، الثياب بمحلها، الصحون بمحلهم، الاكل بالبراد الى اخره.
ومزبطين براد بالمصري يعني مش البريء الشاي، لأنه بريء الشاي بالمصري هو البراد، يعني براء يعني التلاجة للي عم يسمعني بالمصر، تلاجة تلاجة. في مرة كنا بمكان ورحنا قلنا لبنت إني لحط الجبنة بالبراد، قال إزاي؟ حط الجبنة، قال أنتوا بتحطوها بالبراد؟ لأن إيه نحن بنحط جبنة بالبراد، قال إزاي؟ ما ينفعش، إنه كمان بينفع بلا حط الجبنة، روح حط الجبنة بالبراد. قامت راحت حطت الجبنة ببريق الشاي. قمنا الصبح ندور على الجبنة، ما في وين الجبنة؟ قال بالبراد، فتحنا ما فيها، قال دي تلاجة، ده البراد، لقينا الجبنة جوا. بقى منيح، اوكي نرجع. بقى لما انت بتعرف شو مفهومك للترتيب، لكن مفهوم حدا تاني يختلف عن مفهومك للترتيب، عرفتني؟ وبتيجي مثلا انا بقول لزوي بابا بدي اياك انك ترتب البيت، افترضنا ترتب البيت، هلا زوي اذا شالت كلسات مثلا حطيتهم بمحل، او شالت ثياب حطيتهم بمحل، او حطت قصص بمحل، بالنسبه لها هي عملت عمل كثير عظيم، لكن قديش بعده بعيد كثير عن مفهومي انا للترتيب. ليك شو قال الكتاب المقدس؟ قال ورأينا نحن ابتكرنا انه نحن عم نعمل اعمال بر لانه نحن صرنا صالحين، قال لكن نظر الله الى اعمال برنا ورآها كصوت قذر امامه. طلع شايف انه انت عم تعمل اشياء لتفرجي انك انت كثير بدك تكون بار، لكن الجسد يعني الماكسيموم تبع الجسد قد ما انت تكون عم تشد على حالك وتقد وتحبس حالك وما بعرف شو تبلع قطن تذكرون هدول الأشخاص اللي وتمشي وتركب وتطلع وتعدى وتزرب حالك بمحل. اسمعني، قال كل أعمال برنا هي كصوت قذر أمامه، لأنه هو قدوس لدرجة بأنه كل هذه الأشياء اللي أنت بتعملها بالحقيقة لا ترتقي ولا حتى لصفر فاصل واحد بالمية من قداسته. هو قدوس يسكن بنور لا يدنى منه، ومشان هيك إجا موسى قال له خليني أشوف الرب. إجا موسى عم بيحكي مع الله، قال له بس بدي أشوفك، قال له ما فيك تشوفني، اللي بيشوفني بيموت. كنت أنا أقول أف ليش الواحد بيشوفه بيموت؟ إنه خليني أشوفك لو متعرف عليك، كيفك حبيب القلب، أهلا وسهلا، تفوت نشرب فنجان، عرفتني؟ قال الذي يراني يموت. طب ليه؟ قال يسكن بنور لا يدنى منه. لكن شو يعني يسكن بنور لا يدنى منه؟ لك محل تاني الرب فرجاني إياها، قال لما الرب بيحضر الشمس، الشمس بتظلم، تظلم الشمس. كنت فكر فيها أنا شو يعني تظلم الشمس؟ يعني رح يجي نهار تنطفي الشمس؟ كنت هيك فكر، لكن بعدين فهمني إياها الرب الحقيقة مش رح تنطفي الشمس، بس رح يكون في ضوء أقوى بكتير من ضوء الشمس، لدرجة إنه ضوء الشمس ما رح يكون مبين بقى. تعرف تعرف اذا انت هلا بالليل، اذا انت بالليل بتضوي ضوء السيلولر تنبسط فيه، بانه واو سيلولر تمشي زعتمي بالبيت وماشي تمشي هيك بضوء السيلولر تنبسط فيه، بس لما بتضوي الضوء ببطل مبين ضوء السيلولر، مزبوط؟ بتصير ضوء مش عارف اذا السيلولر داير او مش داير، بعدين بتطلع عن ضوء حطيت فيه حتى ما يروح البطاريه. بس اذا تعرف اذا مضوى ضوء البيت وطلع النهار وفتحت الشبابيك بالحياة ضوء البيت بطل مبين، اسمعني؟ ليه؟ لأنه في ضوء أقوى من ضوء البيت، ما بقى صار تطلع باللمبة كأنه مش مضوية، ما بتبقى عارف إذا مضوية، صح؟ مزبوطة ولا لا؟ أنا بدي أقول لك شيء، تعرف لما الله بيكون حاضر الشمس بتبين كأنه مش مضوية، نور الشمس ما بقى له نور. نعم تخيل، طيب اسمعني، إذا نور الشمس ما بقعد مضوى، طيب تعرف أنت شو عم بصير على الشمس خي فارس؟ هذا مثل الزكي كتير قال بدي يعمل رحلة يطلع على الشمس، قال كل الأمريكان طلعوا على القمر، قال أنا بطلع على الشمس، شو لسه؟ قال له شوف أنا عم صاروخ اطلع على الشمس، قال له يا حبيبي ما فيك تطلع على الشمس، بتموت كيف تطلع على الشمس؟ ما بتحترق، قال له لا رح أطلع بالليل أنا. بطلع على الشمس بالليل. بتعرف شو عم بصير على الشمس؟ بحسب العلم كل ضياء شمسي او كل ثواني من الشمس، اسمعني اوكي، كبوا الامريكان لما انزعجوا كثير، وعاده هول بس ينزعجوا ما بعرف شو بيعملوا، عاده بالحرب العالميه الثانيه خلصت بانه المانيا عفوا المانيا واليابان استسلموا،
ولما ألمانيا واليمين بروسيا لبغوستا هاللويا ألمانيا استسلمت مجدا بقى لما ألمانيا واليابان استسلمت من بعد ما أيقظت المارد الأمريكاني بالحقيقة راحوا ضربون وجعون بهاواي ببيرل هاربر أصفوا 4-5-6 برجات نزلون بالأرض كذا الأمريكان خوتوا راحوا على اليابان ضربوا بطوكيو بالآخر كبوا 2 أنابل ذرية استسلموا اليابان أنابل ذرية 2 على هيروشيما وناكازاكي بعد لحديت هلأ في عندهم تأثيرات أبادوا شعب بأمه وأبوه دولة هيك مثل ما هي محيها صارت كلياتها رماد بقنبلتين بس صغار وكان حجمهم منه كبير كان بس الهدف منهم يعطون إنذار لك ما الإنذار كل قنبلة حصدت حوالي 300,000 أو 400,000 قتيل كل وحدة هاي بالحرب العالمية الثانية تخيل أنابل الذرية شو ممكن تعمل لكن تخيل بأنه على الشمس بكل ثانية في ملايين الأنابل الذرية اللي عم تفقع تعرف الشمس الطاقة الموجودة الإشعاعات الأشياء اللي عم تحترق بالشمس هي بقيمة ملايين 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 من الأنابل الذرية اللي عم تفقع على سطح الشمس بين هلالين وعم تولد كل هذه الطاقة المستمرة أسمعني؟ وعم تعطي كل هذه الإشعاعات في كل العالم لكن تخيل بأنه هذا الشيء قدام الرب بصير ولا شيء عشان هيك قال الرب لما بتشوفني بتموت لأنه بالحقيقة ما فيك تحتمل النور اللي أنا ساكن فيه أنت مكون من العناصر رح تنحل تختفي نهار بتشوفني عشان هيك لك شو عمل لموسى قال له رح يقطع من قدامك صلاحي بتعرف يعني مجدي رح يطلع من قدامك بس هيك حضور بس رح خليك تتلامس مع شوية هيك نطفة صغيرة من حضوري وفرجيك شو رح يصير فيك وبالآخر قال له لحظة أنت ما رح تحتمل هذا الموضوع قال وجاب صخرة خباب الصخرة بقول الكتاب المقدس كانت هذه الصخرة هي يسوع احتمى بيسوع موسى وعندما تغطى بيسوع قال قطع من حد ومجد الله نزل موسى من على الجبل الناس طلعت بموسى مش قادرة تطلع بوجه موسى قال لبسوه كل الوقت حجاب تخيل موسى صار كل الوقت محجب ما بيقدر الناس تطلع بوجهه من جراء ضياء بس لانه تلامس نتفه صغيره مع مجد غير عادي كيف اذا انت بدك تشوف الرب ومشان هيك عم بقول للرب انت مش فاهم القداسه اللي انا عم بحكي عنها انت مش فاهم انا مشان هيك انت لا تستطيع ولانك لا تستطيع انا اكتشفت بانه اعطيتك الشريعه لفرجيك المستوى القداسه اللي عم بحكي عنه اكتشفت انه بالحقيقه هذه الشريعه فرجتك مستوى بري لكن فرجتك ايضا مستوى ضعفك في انك تصل الى هذا البر ومشان هيك قال ما كان ينبغي أن يبررنا صار وسيلة لكي يؤدبنا مش هيك؟ يعني أنت كنت مثلا تقول كنت تروح تزني ما تعرف بأنه الزنا خطية كنت ماشي حالك عم تزني عادي ما عم بزني عادي ما إجا رب قال لا تزني جيت أنت قلت أقف لا تزني لا ولو بلا سألي زبطنا إياها لا تسرق لا تسرق لا شو تسرق بلاش فهمك شو يعني تسرق انت تفتكر انك تروح تاخذ شيء تفاحة من عند جيرانيا لا بلاش فهمك انه عم تسرق انك تطلع على شيء تشتهيه بكون انت عم تعمل شيء غلط اذا انت عم تسمع حدا انت هون اليوم وبلاش تقول اف وبعدين اعطاك 5 كتب بالحياه 3 منها كلياتها وصايا ما تعمل هيك 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 عمول هيك ما تعمل هيك عمول هيك ما تعمل هيك اوف كل هول بدي اعملهم حتى لو بقعد بضرب حالي بمكان ما لك فكري عم يخطي فكري عم يخطي مزبوط عم اجى الرب على صعب اكثر اجى الرب قال لا 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 وبكره نشوفه بتقروا ندرس مع بعض لما نقعد ندرس سوا يسوع بيعلم على وعزة الجبل راح تكتشف بانه يسوع اجى قال لحظه قيل لكم لا تزني انتم فاهمين غلط هذه اما انا فاقول لكم من نظر الى امراه فاشتهاها فقد زنى بها في قلبه رجعنا على الدين غيره كنا منيح إذا الرب يقول لك إنه المشكلة إنك أنت فهم حتى الرب غلط أنت فهم مفهوم عموله ما تعمل لكن المشكلة الرب عم بفرجيك بأنه في شيء غلط بالقلب بتركيبة القلب
والقلب هو مش مضخة الدم. القلب مش عم نحكي عن مضخة الدم ولا عم نحكي عن الروح تبعك، لكن عم نحكي عن الفكر تبعك، عن النفس تبعك، عن العواطف تبعك، عن المشاعر تبعك، عن الإرادة تبعك، إرادة الإنسان. المشكلة هي في هذه الإرادة. وأجي الرب عم بيقول لك طلع معي، المشكلة في هذا القلب. ومشان هيك نهار اللي أنا عم بيقول لك أعطيني قلبك، لأنه منه مخارج الحياة. هنيك نهار اللي قلبك بصير معي، ومقصود فكرك بصير معي. مشان هيك قال أنا عم بقول لك كل الوصايا بتتلخص بأحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك، يعني ثلاثتهم في بعضهم نفس الشيء، ومن كل قوتك، يعني نفس روح وجسد، لكن شدد كتير على الفكر وعلى النفس. لأنه المشكلة هنيك، لأنه الحرب الروحية هنيك على الفكر وعلى النفس. لأن أنت معتقد بأنه حربك هي ضد الشيطان، الرب عم بيقول لك شيطان أنا هزمته. حربك هي ضد الأهواء والشهوات. أسمعني؟ الأهواء والشهوات. ونهار اللي أنت تعرف بأنه بالجسد ما فيك تربح الأهواء والشهوات. بالحقيقة جسدك بده الأهواء والشهوات. أسمعني؟ أشخاص بيقول لي أنا بتطلع بهدول ما بصير معي شيء. أسمعوني أحبة، عم بحكيك شيء كتير 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 حقيقي، اسمعني كتير منيح شو بدلك. كنت قاعد مرة هيك شباب، قال أنا بتطلع عم بتفصحوا إنه أنا الأسيس قاعد معهم، بقى بدو يصيروا إنه يشوفون شوف أنا الأسيس، أنا بتطلع ما بتأثر. قلت له يعني أنت جاي بك شيء، يعني في شيء براسك مش معقول، مش طبيعي ما تأثر. ما أنت طبيعي تتأثر. لما عم تقلي أنا ما بتأثر، يعني عم تقلي يا ما عم تكذب، أنت عم تتأثر بس عم تكذب، يا ما في شيء مش طبيعي فيك. وما بحط بدمتي ما بعرف. الطبيعي انك تتأثر، الطبيعي انه يصير شيء معك، لكن مشان هيك انت بحاجة الى قوة غير طبيعية اللي تخليك بالحقيقة تقدر تنتصر على هذا الشيء اللي هو اقوى الموجود في حياتك. مش بحاجة الى قوة اقوى. هل عم تسمع علي اليوم يا أحبة؟ ومشان هيك بالجسد أنت لا تستطيع أن تحارب الجسد. ومشان هيك بولس الرسول وصل للاكتشاف العظيم، قال عندما أكون ضعيف عندئذ أنا قوي. نحن كنا مفتكرين أنه شو معنى أنا ضعيف أنا قوي، يعني ضلني هيك مبهدل ومكسر وضعيف وما عم بأكل، يعني ضعيف يعني ضعيف. لا، ضعيف نهار اللي اكتشفت. ليك شو عم بقول بس رسول؟ نهار اللي اكتشفت باني ما فيني حارب الجسد بالجسد، اكتشفت اني قادر حاربه بالروح وانا قوي. نهار اللي اكتشفت انه ارادتي البشريه بتوصلني لمحله بتقطعني، مثل واحد عم بقول انا بوقف دخان بارادتي. انا بعطي هذا المثل بس لانه مثل سهل انه ينفهم. في ناس بيقولوا الأسيس ضل يلطشنا على الدخان. هلا يا خي بتقول لي عم لطشك، ايه عم لطشك خي على الدخان، ايه بأكتر شي شو بتزعل مني زعل، روح شو بدي اعمل لك، عم لطشك خي روح، عم بيلطشنا الأسيس، عم بيلطشنا على الدخان، ايه عم لطشك يا خي شو يعني بقى شو بالنو شو بالاخر شو بده يعمل، يعني بده يزعل، انا صار بزعل شو بدي اعمل لك. ولا لا يا اخت عايده صح؟ طيب عادة عم تيجي أنت بتقول كون مثلا وقت هيك عم دخن بعدين تطفيها، عم تقول بتعرف شو خلص طلقت العلبة وبتمشي. مش هيك؟ أنا قررت أني وقف. وبتروح هيدي اللحظات إلى لحظات أطول، لربما يمكن نهار، يمكن يومين، يمكن ثلاثة أيام، يمكن أربعة أيام، خمس يوم، ترجع على المحل اللي كبيت فيه العلبة وعم تدور بالليل وين كبينا العلبة كان بير كبيتها هون دعانا مزبوط؟ مش هذا اللي بصير عادة؟ هلا في ناس بتطول معهم سنة، لأنك أنا بعدني جامد لك أنا شو سنة. بس تعرف شو يا أحبة؟ القوة تبع الإرادة قادرة أن تأخذك إلى بعد، لكن بالحقيقة مش قادرة أنه تاخذك إلى أبعد بكتير. رح يجي نهار وتنهار هذه القوة مع أول مصيبة بتقطع فيها. اول تعرف ضلك صامد انت بارادتك الى ان تقطع باول مصيبه، تقطع باول مصيبه. بعرف واحد كان هيك
بعرف واحد هيك وقطع بكثير مصيبه صار معه مشكله مثل كل الناس بصير في مشاكل بالحياه وبتلاقي بالاخر هيك جاب ولا سيجاره شو عم تعمل قال لي مش شايف شو عم بصير معي قلت انه انا شايف بس انه شو خص هاي بهيك شو دخل هاي بهي ما خص انه ما هي لما انت هلا تركني هلا تركني بليز تركوني هلا خلص ما حيحكي معي بليز كم واحد بيعرف انا شو عم بحكي اول مصيبه بتقطع فيها رح بفرجي بانه الجسد بعده ضعيف بالحقيقه كنت انت مصامد بسبب قوه الاراده لكن بالحقيقه هذه الاراده مش قادره تواجه اي مصيبه ومشان هيك اول ما بصير معك مصيبه رح تلاقي حالك رجعت حليمه لعادتها القديمه وبالحقيقه اللي بصير معك هو شيء ثاني بعد اللي بصير معك انه بتلاقي انه انت عم بتحارب بارادتك لكن ما عندك فرح حقيقي بقلبك ما عندك سلام حقيقي بقلبك تلاقي انا عم بقول لا للخطيه وبتعرف شو عم تكتشف انك انت بتحبها بس عم تقول لا لانه لا صح وانت بتعرف انه غلط هي غلط انا غلط اسرق انا غلط كذب انا غلط انه نم بس شو صار امبارح هيدا؟ لا عم بضعف مش قادر في شيء جوي غلط اني احكي غلط اني كذب غلط اني اذني غلط اني اعمل هيك غلط اني اتفشعن غلط 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 لكن فجأة بتلاقي حالك شو عم تعمل؟ بتلاقي بتعرف الغلط بس مش عم تسلك بالصح عم حاول اخذك برسالة روما ان شاء الله رح بلش نحكي فيهم شوي 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 للاصحاح 8 انك تكتشف انه بالحقيقه يا لي من انسان شقي بعرف الصح بس مش قادر اسلك فيه تلاقيني ما بعمل الا غلط فيش حدا عم يفهم انا شو عم بحكي اليوم اجى الرب اجى قال لك طيب انت هلا هون عم توصل لمحل تكتشف انه كبريائك عنادك ارادتك ما بيوصلوك على محل الشيء الوحيد اللي وصلك على محل هو استسلامك للروح القدس لقوة النعمة وهون بيوصلني للمعنى الثاني تبع النعمة اللي الرب قال لك تعرف شو انت فاهم انه البر انك انت تمشي هيك وما تعمل شيء وتعمل هيك وتمشي تمام بولس قال من جهة الشريعة انا بلا لوم لكن كانت المشكلة بالقلب النعمة هي هيك اسمعني يا احبة النعمة هي قوة الله في داخلك التي تجعلك تصنع ما هو حق اللي انت ما بدك تعمله اسمعني في اوقات انت ما بدك تعطي بس هي قوة الله في داخلك تجعلك تصنع ما هو حق انت بعض الاحيان ما بدك تحب انت بتعرف الانسان الطبيعي بيحب اللي بيحبوه بيكرهه لكن قوة الله في داخلك بنعمتك يا رب انت ما بدك تغفر لكن بنعمتك يا رب انت ما بدك تصلي لكن بنعمتك يا رب انت ما بدك تخدم تقول لي خلي حدا تاني وبتعرف بس كل هذا الحديث بس تقول لك انه لا قارن بين بداية ايمانك وقارن بين هلا اللي بتكتشف فيه انه بداية ايمانك كنت عم تسلك بالقلب الجديد اللي الله اعطاك اياه لانه نزع اول ما جيت لعند الرب شال منك قلب الحجر حط محله قلب من لحم ودم وحط فيك روح جديد وبتعرف بقى هذا القلب وهذا الروح لفترة لكن بعدين رجع قسي بسبب المصايب والقصص اللي عم تقطع فيها والضربات والمشاكل والتحديات تقطع فيها والأشياء اللي بتسمعها والناس اللي بتحكي والكنيس اللي بتعسرك والإخوة اللي بيعسروك والإخوة الضعاف والإخوة الماشيين بالجسد إلى آخره مثل كل الكنيس كل الناس وين ما كان كل العالم تلاقي حالك أنت شو صرت تعرف كل شيء بس مش قادر تسلك بولا شيء تعرف واحد عايش بشقاء ببؤس صرت عايش بهيك باحباط بكآبة بسبب انك تعرف كل شيء مش قادر تسمع مش قادر تصلي بسبب قصص تسمعها وقصص وقلبك صار مريض سقيم عليل إرفان جرب عم بقول لك تعرف شو المشكله بانك لم تحفظ قلبك وأنا من بداية وصيتي لك أحفظ قلبك أحفظ قلبك طري طاهر
ما تفوت حالك بقصص تخلي قلبك يصير نجس، مش لطيف، مش محب، قاسي. ما تخلي قلبك يقسى. تعرف الشيء اللي بيقسي القلب هو الخطيه. ليك شو قال؟ قال انا بخاف عليكم بانه هذه الخطيئه تقسي قلوبكم فلا تعودوا تصغنوا للحق المتعلق مني. بتعرف لما انت بيقسى قلبك ما بتعود تسمع واعظ، تفتكر انه انا بعرفهم كلهم. سيبك ترنم انه اوكي، بس برنم الاشياء توقف لي شعر بدني، غير ترنيم ما برنم. بس قطع لي ترنيمتي، تكون انت قاعد هيك اوكي يلا هللويا هللويا. كيف تعرف واحد عم بيرنم بالجسد؟ بعدين بتطلع ترنيمه هو بحبها. اسكتوا. تعرفوا بالحقيقة ما بيعبد الرابع، بيعبد ترنيمة. ما عم تسمعوني؟ ما عم تعبد الرابع، عم تعبد الترنيمة. عندي خبر لك، اسمع أم كلثوم رح تعمل هيك نفسي كمان. أنا كل يوم بس اسمع أم كلثوم بتحرك من داخلي. اسمع فيروز بتعمل نفسي. أنا لألي في منكم بيسمع علي الديك بتحرك؟ ما بعرف شو بيحرك علي الديك، بس إنه بيحرك شيء علي الديك. إذن إنه أعبد الرب، أعبده بالروح وشو؟ نعم بعطيك مفتاح الحياة. اسمعوني يا أحبة، اسمعني عم بنهي لأن وقتي خلص. اسمعني، مع أنه ما رحنا على روما، بس عم بحكيك شيء عن جد. لعم حط لك هيك خلاصة لتقدر تفهم كثير منيح عن شو عم نحكي. شيء اللي قطعت فيه بالمؤتمر، شيء اللي قطعت فيه باللقاء، شيء اللي كان عندك هي بداية إيمانك فيه يستمر للآخر. انت خسرت شيء. الاشخاص اللي بيقول لي قبل ايام بدايه ايماني كنت ما بعرف شو، هلا هيك، عندي خبر، خبر حلو رح اقول لك اياه. فيك ترجع تكون مثل ما كنت باول ايمانك. فيك اذا بدك. ببلش اول حل تعترف بانك انت مش قادر تعمل ولا شيء، يا رب انا بحاجه لنعمك. مش ان هيك لما انا بحاجه لنعمك، مش ان هيك سيدي انا بحاجه انه روحي يتغذى. مش ان هيك انا لما بقعد بقرا، أنا بقعد بسكب قلبي قدام الرب، لأنه بعرف إنه بقوتي ما فيني أعمل ولا شيء. أنا بحاجة للروح القدس. حدا بقول معي أمين يا أحبة. بالحقيقة بقوتي رح بين مثل شيء أبشع إنسان في هذا العالم. حيلا خطية ممكن أوقع فيها بسهولة. تعرف أنا شو بصلي هيك؟ أفضح لكم شيء. أفضح لكم شيء بصلي كل يوم تقريباً. أوقات بقطع مرتين ثلاثة بالأسبوع بصلي، أوقات بصلي كل يوم. أنا بقول له هيك للرب كل يوم، يا رب لو ما نعمك أنا فيني جرسك كل يوم. لو ما نعمتك أنا فيني جرسك كل يوم، كون جرسة لك يا رب. لو ما نعمتك، لو ما بتحافظ علي، لو ما إيدك على حياتي أنا فيني جرسك كل يوم. هذا الجسد ما بيطلع منه شيء خير، بده كل الوقت. ونقصد الجسد مش عم نحكي يعني العظام واللحم هذا كتير منيح، حبوب الجسد كويس. عم نحكي عن الفكر تبعه، عم نحكي عن الخطية الساكنة فيه. حدا عم تسمع علي اليوم؟ لكن سيدي اليوم انا بحاجه لنعمك من جديد. طب ما جرسك، انا هيك بهدد بقول يا رب اذا ما بنعمتك ما بتروح بجرسك، ها. يا رب اذا نعمتك مش علي، روحك مش علي، ايدك مش علي. كل يوم سيدي انا كل يوم الصبح بحاجه من جديد يا رب تسكب علي نعمتك، تضل عايش بالروح، تضل عم بسلك بالروح، تضل عم بعمل ما هو حق وما هو صالح وما فيه خير ما فيه مشيئتك سيدي. هاليلويا. خلينا نوقف مع بعض يا حبا. سامحوني ما قريت لكم، لكن بالحقيقه الجمعه ان شاء الله نسحب فيهم الاحد. ارفع يدك امام الرب وقال له سيدي شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. كل يد مرتفعه قال له يا رب اليوم انا بحاجه لنعمك من جديد. هاليلويا. نعمتك تفيض سيدي اليوم في قلبي. اكتشفت اني بالجسد ما في شيء خير بالجسد يا رب. الحياة هذا قادر انه زعلك كل يوم، قادر اني جرسك كل يوم، قادر اني افشل كل يوم. يمكن عندي ارادة اوقات بقول لا بارادتي، لكن سيدي مش رح اتكل على الارادة البشرية، انا اتكل على نعمك. عشان هيك مليني بكلامك يا رب، مليني بالحق الالهي، مليني بحضورك. اسمعوني يا حبا، نهار اللي بتمتلي بحضور الرب رح تصير مثل داود واقف قدام جولييت. كل الناس شايف جولييت عظيم وما حدا قادر يواجهه، لكن داود ما شاف جولييت، شاف يسوع،
شايف يسوع فجأة هالخطية اللي أنت عم توقع فيها كل يوم، هذه القصة اللي عم توقع فيها وما عم تقدر تواجهها، هذا الإدمان، هذا المشكلة، هذا القيد. تقول له من أنت أيها الجبل؟ من أنت أيها الجبار؟ من أنت؟ تصبح سهل قدام زروبابل. من أنت يا جولي؟ أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، لكن أنا أأتي إليك باسم رب الجنود. نعم، فداك يا رب، ساعدني سيدي، ساعدني أعرف أتحدث يا رب، املأ فمي يا رب بكلام النعم. نعم، مكتوب قال ليكن كل كلامكم مصحوب بالنعمة، يعطي السامعين نعمة. نعمة نعمة نعمة. نعم، نستطيع كل شيء اليوم في المسيح الذي يقوينا. نعم، عندما أنا ضعيف، عندما أعترف بضعفي، عندما أعترف بهزلي، عندما أعترف بأنه لا يوجد فيها قوة بالجسد، عندئذ أنا قوي فيك يا قدوس. لك الكرامة يا رب، لك المجد، لك الحمد. ترفع يديك، صلي لثواني يا أحبة، صلي لثواني، سكوب قلبك لثواني. شكرا يسوع، شكرا يسوع، شكرا يسوع، شكرا لك يا رب، مجدا لك سيدي. صلي يا رب لكل شاب وصبية موجود في هذا المكان، خذ ايد شخص لحدك، صلي معي، بارك خيك واختك لحد منك. يا رب ساعدنا، قالوا مع بعض قادرين انه ننتصر، قادرين انه نغير العالم، قادرين انه نعيش بفرح الرب وانتصار الرب، قادرين انه نعيش مثل ما البداية، قادرين نعيش بالمحبة الاولى، قادرين باسم الرب يسوع المسيح، قادرين انه نعمل ما هو عادل وما هو صحيح باسم يسوع. هاليلويا، تعال يا رب انت ساعدنا ان نعيش على هذه الارض نور، يشاع نورنا وين ما نكون، يبين يسوع، ما يبين الانا، ما يبين الكبرياء، ما يبين الجسد، يبين محبة روحية حقيقية، يبين لطفك يا رب خساد، لطفك يا رب يظهر من خلالنا، حبك يظهر من خلالنا، رأفتك تظهر من خلالنا، حنانك يظهر من خلالنا، غفرانك يظهر من خلالنا. نعم، فرحك يظهر من خلالنا سيدي، انتصارك يظهر من خلالنا، وأصلي سلامك يسكن فينا ويظهر أيضا من خلالنا. مبارك هو الآتي باسم الرب من الآن وإلى أبد الآبدين. كل شعب الله يقول نعم نعم. آمين ثم آمين ثم آمين. أعطي زقفة للرب من كل قلبك.